رأيك مين يصلح لتجسيد شخصية الراحل نجيب محفوظ؟ هو طبعا مؤخرا في فنانين كتير بيثبتوا وجودهم يعني في الافلام اللي انتشرت مؤخرا، ممثلين كتير هايلين بصراحه بيعجبوني. انا من افضلهم من وجهه نظري عمرو سعد، يعني بحسه كمان ان هو يعني زي خليفه احمد زكي من وجهه نظري. ف بجانب ان طبعا السيره الذاتيه لاي حد مشهور او حد بالذات مثقف زي نجيب محفوظ بيبقى صعب ان تجسدها. يعني بالنسبة في الوقت الحالي يعني عشان مثلا يجيب السن ويجيب المسافات ممكن الأستاذ عادل إمام. خالد النبوي ليه؟ علشان خاطر يعني هيعرف يجيب الشخصية صح، أداؤه التمثيل عالي. هو أنا شايف أستاذ أحمد أمين هو يعني مناسب جدا للشخصية، بالذات بعد ما أدى في دور أستاذ رفعت إسماعيل في طبعا المسلسل اللي عملته نتفليكس. أرجح محمود حميدة لأنه ممثل قوي، وهو برجحه عشان هو اكتر واحد يستاهل الدور ده بجد. نجيب محفوظ، كريم عبد العزيز من الممثلين طبعا الخلق والممثلين اللي بيأدوا تمثيل بكفاءه وبروح التمثيل، وما بنحسش ان احنا بنتفرج على تمثيل، احنا بنحس ان احنا عايشين الواقع. يعني ممكن يبقى الاستاذ محمود حميده تمام، كويس، شخصيه كويسه ويبقى مجسد للشخصيه تمام يعني.